ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضع كما العادة، كل إعادة فيها إفادة خارج الشارع المغربي، باش غنسولوا المواطنين كيفاش كتحتفلوا بعاشورة. لابغيتو تعرفوا كيفاش كيحتفلوا بعاشورة أجوا معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السيدي بخير. الله يبارك فيك أسيدي. كيفاش كتحتفل بعاشورة؟ أول ما جيت كنحتفل بعاشورة. عاشورة ديال هذا الوقت هذا ولا عاشورة ديال العصر ديالنا حنا؟ مثلا حنا عشنا العصر الذهبي ديال عاشورة. كان فيها شويه ديال كانت طقوس ديالها مزيانه، كنت كتحتفل بواحد الوقت عندك يومين ثلاث ايام كاع. دابا ولاو هاد الناس هادو من بدايه الجيل ديالهم ما بقاتش هنا شي حلاوه ولا شي، يعني كتشوف بنادم كيحتفل من دابا هو باق 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 باق، يعني كتبدير ديال هادشي ديال المبرقعات باق باق، يروحوا على المره يدوروا. حنا كنا كنديروا داكشي حلاوة ديالو كان بيناتنا حنا الجيل ديالنا التقدى ديالنا. لا بالنا شي انسان كبير او لا هكذا كنحترمو حتى كيدوز عاد كنديرو ديك المبرقعات ولا كنلعبو مثلا دوك كيما تنقولو حنا الكابوس ديال الماء ديال لا مشكا كان ديال الفرشي وديال الماء عاد ديال الماء. دابا ولا بلا كي صراحة راه مبقات لا عاشورة لا والو. شي رسالة لهاد الشباب؟ الرسالة غنقول لهم أنا وأنهم يحترموا راسهم شوية ويحترموا الناس الكبار، يعني ماشي غير يبداو يبدلوا. مثلا كنمشي نشري مبرقع أنا شريتها ب 70 درهم 100 درهم هذا راه تبدير كتبان تبدير وجاهلية بالنسبة لهم راه جهل. دابا ملي قلتي عاشوراء هي مناسبة لي كبيرة عزيزة على المغاربة، ولكن كاين فرق ما بين الاحتفال ديال أليبوك وديال دابا، حيت شحال هذيك كنا كانت مغامرة ولكن ما كانتش واحد المغامرة اللي كتأدي الإنسان للموت أو شي حاجة اللي يعني كانت واحد الحلاوة. كنا كنديروا البنوات كنا كنشعلوا العوافي ولكن بحدود وموتنا وأخواتنا كيطبلوا بالبنادر والتعارج وعندك أولدي وكنا كنحشمو فهمتي وبارك عليك أولدي وكندخلو بسهولة. اليوم لا، اليوم كنا كنشوفو ولا واحد القنبول اللي داخل في ليزيبي ديال هوليود ما بقاتش عايشورة ولا تحرب. ولا تحرب بكل تواضع صراحة. هاد السيد هذا راه كوميديا كبير والله، حيت كنشوف الفيديوهات ديالك تبارك الله. الله يكبر بيك. اليوم كي قلتي كاين واحد الريسك، حيت كاين واحد القنبول اللي هو انتيردي خص السلطات تتدخل، حيت كنرجعوا للسنوات اللي داز كنلقاو شحال من واحد مات في الدرب ولات كنازه. يعني هنا خص الانسان يتراجع ويتفكر يعني داكشي اللي كانوا كيديروا والديه وجدوده. شباب بخير؟ الحمد لله بخير. قول لي كتحتفل بعاشوره؟ يلا غنحتفل بعاشوره هادي. يلا غتحتفل ما كنتيش كتحتفل بها؟ كنت في الغربه اخويا العزيز، اصلا توحشنا البلاد توحشنا بزاف. شنو هي الطقوس ديالك ديال عاشوره؟ شنو كدير في عاشوره؟ ويلي الكران هاد القنبوس الصغير الصاروخ السيجار الورده هادشي كامل كديرو في عاشوره؟ هادشي كامل في عاشوره. وهادشي راه ممنوع راه واعر لا شي سبب ضرر الناس شي زوين اخوك. شكون دوز واحد ليكسبيريونس حياه زوز واحد التجربه في حياه ديال فهمتيني ومن بعد كد هادشي نورمال خويا العزيز فهمتيني. في الغربه نورمال بيستولي فرادة راك حتى شي كلشي بعين ديال الماء الفرادة ديال الماء وديال الحر فهمتيني خويا بجوجهم بجوجهم وراك نحتفل في احتفالات عاديه معمولين الدار كنحطوا كاوكاو وفاكهه لعيباش كنحتفلوا هذا هو كنعرف عاشوره. كنجيب مولين الدار الدراري الصغار اللي كاينين في الدار ديك كاميو لعيباش راك عارف العاب خويا كابوس ما كتجيبش لهم القنبول؟ لا القنبول حشومه صاحبي راه حشومه صاحبي. حنا انا مرشي تكون خارج السوق اصاحبي فرقعش حدا شي واحد قنبوله طيح ليا ولدي ناقصه شويه. يعني رساله لهاد الشباب؟ رساله لهاد الشباب اخويا هو حشومه باش تفرقعوا القنبول سيروا للخلا سيروا اما بشي في العموم حشومه تفرقع قنبول والله الا حشومه بالله يعني يقدر يلوح تعور شويه. في اخويا مشاكل راه هما دوك فيزياس خلي على القنبول هذوك فيزياس راه هما جرواح طاحوا حيت راه قنبول حشومه تفرقع على شي واحد تولي عامي ولا شي لعيبه ما يخسر عليك والو غتمشي للحبس مؤبد. وهما بنادم يلعب بالطير جا الدريبيكات هذاك الشيء اللي كاين اخويا. الجيل ديالنا ديال التسعينات كنا كنلعبوا كندورو في الدروبه ما كان عندنا لا قنبول ولا كنا كنغنيو ديك الاغنيه اللي كنا كنقولوا عايشو عايشوري عايشوري دليت عليك شعوري هذيك ديال الدريات اخويا ماشي حنا.